فضيلة الشيخ وفقكم الله، من اعتمر وبعد أن انتهى من مناسك العمرة أحل ثم استراح قليلا، من اعتمر وبعد أن أدى مناسك العمرة حل ثم استراح قليلا ثم ذهب إلى الميقات وأحرم مرة أخرى للعمرة، فهل فعله هذا مشروع؟ هذا مشروع يجوز، لكن كونه يجعل بين العمرتين وقتا ولو ما هو طويل أحسن. نعم.